نعم، بدأ الدوري الموريتاني لهذه السنة لكن بصوت خافت بارد، وسيفتقد للعديد من الأسماء مع انطلاقته التي غادرته، منها من كان يعطيه رونقا وتشويقا، ومنها من شكل إضافة وترك بصمة على جدران الملاعب الموريتانية. إذا بدأنا برؤساء الأندية سنجد بأن رجل الأعمال عتيقو السويدات الذي أعطى إضافة لنادي زمزم تخلى عنه في منتصف الطريق بداعي عدم القدرة على توفير كل مستحقات اللاعبين، على خلفية العمل مقابل المردود، وتلك السياسة ما زالت غائبة عن أندية الدوري. فغادر الرجل معيدا ترتيب أثاث بيته من الداخل في مكان آخر بعيدا عن ضوضاء الشارع الرياضي الموريتاني. من ناحية المدربين، نزل شيخهم ومعلمهم الملقب صنيدري بنادي الحرس الوطني إلى دور درجة ثانية بعد أن أعطاه الشارع الرياضي لقب أسوأ مدرب في نسخة الدوري الماضية. فلم يرحمه تاريخه ولا إنجازاته ولا مكانته بين المدربين، فاكتفى بالجلوس وحيدا يعيد حساباته الماضية ويتذكر أيام شمس آميكال الحارقة حين كان المعلم والمرشد لذلك الجيل الذهبي. في الخندق الآخر، حمل ابن عميدي أندية العاصمة مولاي أحمد الملقب بسام حقائبه متوجها إلى نادي شبيبة القبائل الجزائري بعد سنوات طويلة من العطاء والمتعة والتشويق، فسقطت بذلك إحدى ركائز الدوري وظهرت نسخة هذا العام بوجه شاحب بلا طعم وبلا سكر. ليليه ابن مقاطعة الرياض الحسن العيد الذي استقر به الحال في نادي ليفونتي الإسباني صحبة المدافع علي عبيد، ثنائي نشأ وترعرع في هذا المكان وعرف فنيات كرة القدم في نفس المكان وتدرب بهذه الطريقة وبهذه المعدات وبإشراف هذا اللاعب السابق للمنتخب الوطني. وأخيرا، ابن 18 يغيبه الموت صدفة وتسرقه يد القدر في وضح النهار ويعود لخالقه راضيا مرضيا، وتلك ركيزة أخرى تسقط فجأة من ركائز دوري هذا العام، فلها الجنة والرضوان.